الاكاديميه. انا بروح انا همسك البوفيه بتاع الاكاديميه وبعد لا فساعه برضو يعني انا بحكي بس قصه سريعه. عملت العمليه فلما كنت فانا قاعد على الكنبه كده مش عارف اعمل ايه. فكانت ساعتها الفيديوهات ابتدت تنتشر على السوشيال ميديا. كان في اثنين او ثلاثه في مصر بيعملوا فيديوهات، فانا قلت اجرب اعمل. فعملت كاركتر كده اللي الناس كلها بتحبه، الراجل لابس جلابيه ومحدش يعني ايه، والناس كانت فاكره ان انا اصلا مش في هولندا، ان انا كنت بقى واقف بالجلابيه كده واعمل الفيديو صفت اللبن. ايوه فاكرني اللي هو انت مش وانا كنت حابب ده، ان الناس ما تعرفش انت في هولندا خالص، لان انا مش عايز حد ياخد الانطباع الاولي. ده بابا بعته هولندا، ده بابا بقى وماما وشغلانه وانا لا، كنا بنشيل دقيق يعني بيتزا كانت. فابتديت اعمل فيديوهات على السوشيال ميديا، فيديوهات اجتماعيه كلها. كان معايا دبدوب محطوط ورا، فلقيت الناس بتعلق عليه، ايه الدبدوب ده اسمه ايه بتاع، عملته راكور خليته معايا في عملت له كاركتر سميته سعفان. ايوه سعفان. من هنا بقى جت هنا بقى شو هنا بقى كنت هسالك سؤال، سعفان ده مين؟ هو الدبدوب، هو سعفان ده سميت الدبدوب سعفان؟ معرفش وجرت جالي يعني انا بميل للارتجال يعني. انا بحب المدرسه بتاعت الارتجال طبعا دي بقى. وانا من كتر ما قعدت في الغربه فشفت افلام كتير وقريت كتير طبعا يعني. انا من عشاق ابراهيم سعفان، احمد الحداد، اوبا سعيد ابو بكر، عمر، دول الكاركترات اللي احنا دلوقتي مش يعني ايه ما بقوش موجودين الا النادر. ايوه يعني زمان كنت حضرتك تلاقي الفيلم مليان كاركترات مليان يعني. لو ده عبد السلام النابلسي وسعيد ابو بكر و كفايه فيلم بين السماء والارض، يا لهوي ده كله كاركترات. أيوة. يعني أيوة. هو كله كاركترات. فانا من المدرسه دي يعني يعني هل ممكن مثلا نشوف مصطفى وشعبان دول سوري سعفان مثلا في افلام باسمه؟ وانا يعني انا لما جيت اتعرض على فطبعا خلصت عملت فيديوهات من هنا جابت مع الناس جدا، عجب الناس. عملت فيديوهات اجتماعيه، ابتدت بعد كده اخش في الكوره. عملت بقى فيديوهات في الكوره، كانت بدايه تصفيات كاس العالم اللي احنا صعدنا فيها منتخب مصر، وطبعا بقى ليفربول بقى عشان ابو صلاح وكده. فالناس لقيتها حبه ده. وانا لما بتكلم في الكوره مش بتكلم في الكوره اللي طبعا معظم الناس الرياضيين او الاعلاميين اللي اصحاب برامج الكوره بيتكلموا فيها. ايه ده؟ اهو سعفان اهو. دي البدايه، ده دي البدايه. هنا بقى كنت انا في هولندا بالذمه، ده منظر واحد في هولندا. لا والاقسم بالله ده في سيرس الليان. ما انا قلت لك، انا قلت ومخطوف ومش دافع هو ده سعفان بقى. هنا كانت الناس هنا بتتكلم عليه. فانا كنت حابب ان انا ابقى كده،